من اسطنبول مراسلنا هناك علام مصبيحات. علام، نتائج هذه الاجتماعات، هل تم التوصل إلى آليات واضحة لمراقبة وقف إطلاق النار وقواعد الممر الآمن للطريق M4 بين حلب واللاذقية؟ عمليا لا تزال هذه المحادثات متواصلة، اليوم انطلقت وستستمر لعدة أيام حتى 14 من الشهر الجاري، وبالتالي لازلنا من المبكر أن نتحدث عن نتائج لهذه الاجتماعات لأنها ستتناول كل التفاصيل التقنية والعملية على الأرض في الميدان، فيما يتعلق أولا بإنشاء الممر الآمن من جهة، ومن جهة ثانية تفاصيل تسيير الدوريات التركية الروسية المشتركة في شمال وجنوب هذا الطريق أو هذا الطريق العام M4 الواصل بين حلب واللاذقية بشكل رئيسي. وبالتالي المحادثات انطلقت اليوم، لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي نتائج لأنه من المبكر كما قلنا الحديث عن نتائج. المحادثات ستتواصل حتى 14 من الشهر الجاري، لأنه في 15 من الشهر الجاري من المفترض أن تنطلق، أن يتم تسيير الدورية الأولى المشتركة الأولى بين الجانبين التركي والروسي من الشمال، بحسب ما قال وزير الخارجية التركي اليوم، من الشمال ستكون هناك سيطرة تركية ومن الجنوب ستكون هناك سيطرة للشرطة العسكرية الروسية في جنوبي هذا الطريق الرئيس على بعد 6 كيلومترات. التفاصيل الهامة التي يتم بحثها الآن تتعلق بأماكن انطلاق وتوقف ونهاية يعني وانتهاء هذه الدوريات، مدة هذه الدورية سواء خلال الدورية نفسها أو خلال الأسبوع، وعدد القوات التي ستشارك فيها، بالإضافة إلى طبيعة الدوريات والمركبات وعددها أيضا التي ستشارك في هذه الدوريات المشتركة، والمعدات التي ستستخدمها أو التي ستكون على هذه يعني ضمن هذه الدوريات سواء معدات لاسلكية أو معدات أسلحة وعتاد عسكري وذخيرة. وبالتالي كل هذه التفاصيل يتم بحثها حتى هذه اللحظة بين الجانبين التركي والروسي، ومن المفترض أن يتم يعني مواصلة المحادثات بشكل حثيث جدا بين الجانبين من أجل التوصل إلى أدق التفاصيل، إلى اتفاقات حول أدق التفاصيل، لأنه عادة الخلافات والمشاكل تكمن في التفاصيل الدقيقة. نعم، علام مصبيحات مراسلنا في إسطنبول، شكرا جزيلا لك.